أعزائي شوفوا هذا من المريض، هو بسبب مرض قاتل 90% يسبب قتل المينا. هو مرض سببه المهم هو التغذية الغير مناسبة والغير صحيحة، حذرناها من قبل في فيديوهات سابقة. إخواني صحيح أن المينا يأكل كل شيء، ولكن بعض الأغذية خاصة التي تحتوي على الحديد بكثرة وفيتامين سي بكثرة مضر المينا وتقتل المينا، لأن طيور المينا خلاف بقية طيور الزينة بسبب نوع الجهاز الهضمي الذي يمتلكه حساس الحديد وما يستطيع يهضم الحديد ويلد مرض داء الكبد أو التهاب الكبد. هو مرض فتاك وقاتل للمينا، احذروا من هذا المرض الخطير. مثل هذا المينا شوفوا عندنا، هذا ماكل كبد الدجاج، وهذا كبد الدجاج ومرض التهاب الكبد عند هذا المينا ومرض هذا طائر المينا. الغذاء الذي يحتوي على الحديد بكثرة هو اللحم الأحمر، السمك، كبد الدجاج، الاسبيناغ، الطماطة، البروكلي والشوندر، والفواكه والخضروات تحتوي على فيتامين سي بكثرة مثل الليمون، النارنجي والكيفي والبروكلي والفراولة والملفوف الأحمر والقرنبيط والبصل. علاج هذا المرض هو إعطاء الشاي الأسود الخالي من أي إضافات، وكذلك إعطاء بلت مخصوص المينا، وعدم إعطاء المواد التي تحتوي على الحديد بكثرة وفيتامين سي بكثرة. في حلقات سابقة تكلمنا على هذا الموضوع بصورة مفصلة، وكذلك لا تراجعون بيطري هو من الأفضل لكم.